الآن عندنا فقرة اسمها لو أنت. لو أنت صرت رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، شو تسوي؟ سؤال جميل جدا. يعني أهتم بالقاعدة، أهتم بالصغار، أترك الكبار وأهتم بالصغار، لأن يعني هم دول لأن هم دول مشروع المستقبل. هذه القاعدة اللي تتبني عليها أساس قوي. تمام. فقط يعني بس هاي الفئة يعني تهتم ب خلينا نقول الأشبال مهمة؟ أهم شيء هم القاعدة، الفئات العمرية، الفئات العمرية حتى تعد، مو بس كرة قدم، مو فقط كرة قدم، هو أندر نوصل، لا 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 مو فقط كرة يعني قدم، جانب أدخل لهم الجانب الأدب الثقافي، جانب التعليمي، جانب إحنا هذا ما نفقده في الشارع اليوم. دورات احنا جيلي، احنا دخلنا حتى دورات. لو انت قدت المنتخب العراقي شو سوي؟ انا قدت او يعني قصدي مدرب. لا مدرب لا، انت لا ضربه جزاء لا مدرب. المهنه الوحيده اللي مصيرك مو بيدك. لو انت مدرب، يلا خلينا نقول انت مدرب منتخب، العبك اساسي، تلعبني اساسي وراس حرب. هواني راس حرب وسكينه ما اعرف ازلمه. زين، لو عندك 10 مليون دولار، ايه ممكن هي عندك قليل، 10 مليون دولار قليله، ايه شو تسوي بيها مثلا؟ طبعا اكيد راح اعزل شيء لي ولابني. ايش كيد في التسعة مثلا؟ لا مو تسعة، بس انت شوف راسا فكرت بنفسك. زين انا هم صديقك وصداقتك، هسه بعدين يجوز انا اعطيك هيك على الهواء، يجوز ورا هذا هم صحيح. ايش قد لك والابن؟ سيقولون بعدين شو اسمه طال حسان و... ايش قد لك وايش قد لا اعزل لي والابني، والبقيه اكيد راح ما راح انسى العوائل المتعففة. إيه يعني تنطيهم؟ الحمد لله احنا ننطي، بس متعفف الشطي مثلا، بطانية مثلا، لا اكو اشياء اهم من البطانية واهم من هذه، ما هو مثلا اوفر المشاريع واطئ الكلفة، قاعدهم جوا سقف مثلا، تعليم، مسكن، مساكن، ما مساكن، هذه اشياء مهمة. يعني الكهرباء اللي يعانوا من عندها صار لهم سنين. أيوة. ممكن انت بهاي ال10 مليون دولار تسوي لهم فد ولو جزء بسيط. أيوة. يفرحهم بس يضحكهم. حلو، مثل ما كره القدم فرحناهم احنا، اكيد بتشيناهم بعض الاحيان، بس لا هاي اللي تقدر عليه تسوي. اكيد اكيد انت فعال، الله يسلمك، فعال في مجالك الله يسلمك.